ابتدي اليوم رح اكمل معكم سلسلة طبخات المشتركين. اخترت مجموعة من وصفاتكم الرهيبة وراح اسويها معكم اليوم، وبس اخليكم مع الفيديو. اول وصفة هي وصفة حلا. اول شي جبت بسكوت شاي وطحنته، وبعدين كتبت انه احط زبدة اللوتس ونسلة، بس ما حددت الكميات، بس قالت انه ما اكثر النسلة. وبس راح اعجن لحد ما تصير معايا عجينة متماسكة. وبعدين ممكن تكوروها، بس انا حبيت انه اسوي شكلها زي الكوكيز. وبعدين دهنتها بنوتيلا. واخر شي راح ازينها بالفراولة. حبيت مرة طعم البسكوت مع النوتيلا، بس اللي ما عجبني حسيت انه طعم الفراولة مع اللوتس كان مرة غريب، عشان كذا اعطي الوصفة 8 من 10. وثاني وصفة حسيتها غريبة لانه مو عارفة ايش المفروض يطلع معاي. الوصفة انه احط اوريو بصحن وبعدين احط عليه حليب، بس ما يكون الحليب اكثر من الاوريو، وادخل المايكروويف. حطيته بالمايكروويف تقريبا مدة دقيقة، وبعد ما طلعته لاحظت ان الاوريو ذايب والحليب كذا تكون مع اوريو، فجاي كأنه عجينة، وطعمه كان مرة قريب من سوفليه اوريو سويته في فيديو سابق. للي يحبوا سوفليه الاوريو جربوا هذه الوصفة، كمان مرة سهلة، اعطيها 9 من 10. وثالث وصفة هي وصفة مرة غريبة ومرة تحمست انه اسويها، والوصفة هي عبارة عن حلا بالسيريلاك. بصراحة ما انتبهت انه كان مكتوب بالتعليق انه سيريلاك بالقمح، ما انتبهت الا بعد ما اشتريت. اللي راح استخدمه هو سيريلاك بالقمح والعسل. مكتوب بالوصفة انه احط مع سيريلاك نوتيلا، واخلي النوتيلا اكثر من السيريلاك. وخلطتهم مع بعض واضفت نوتيلا لحد ما صارت معايا عجينة متماسكة. بعدين كورت الخليط وحطيته بصحن. واخر شي زينته بنستلة. بصراحة بالبداية كنت مرة مترددة انه اجربه، بس مرة انصدمت من الطعم، واهني صاحبة الوصفة ما ادري كيف جات الفكرة في بالها او كيف جربتها اول مرة. طعم مرة كان زي اي بسكوت شاي مطحون مع نوتيلا، مرة ما كان بارز طعم السيريلاك زي ما قلت لكم، كان طعمه زي اي بسكوت عادي، وكان مرة لذيذ، بس مشكلته كان مرة حالي علشان النوتيلا والنسلة، عشان كذا اعطيه 9 من 10. ورابع وصفة حسيتها وصفة سوفليه بالنوتيلا من الوصف. اول شي بكوب مايكروويف حطيت بيضة واحدة وملعقة نوتيلا، ومو مكتوب الطحين قد ايش، عشان كذا حطيت ملعقة واحدة. وخلطت المكونات مع بعض كويس. مكتوب بالوصفة انه احطه بالمايكرويف من 3 الى 5 دقائق، بس انا حطيته لمدة دقيقتين، واكيد يعتمد على المايكرويف الوقت. وزينته بكريمة وفراولة. الغريب انه بس خليته بالمايكرويف دقيقتين وطلعت معايا كيكة، وكمان حسيتها كانت مرة ناشفة، وكمان طعم النوتيلا ما كان مرة بارز. ممكن لو خليتها بوقت اقل بالمايكرويف راح تكون افضل، بس بالنهاية ما كانت مرة سيئة، بس مو من الوصفات اللي راح اسويها مرة ثانية بصراحة، فعشان كذا اعطيها 4 من 10. وخامس وصفة هي وصفة صينية توست بالتونة. سويت فيديو سابق وصفة مرة تشبه لها، بس كانت بالدجاج وكانت مرة لذيذة، فحبيت انه اجربها هذه المرة كمان بالتونة.
مكتوب بالوصفة إنه أطبخ التونة بس مو مكتوب الطريقة، فعشان كذا حبيت إنه أسويها بطريقتي. أول شيء حمست البصل، بعدين أضفت الطماطم وحطيت التونة بعد ما فضيت منها الزيت، وحطيت شوية معجون طماطم وبهرتها بملح وفلفل أسود وكمون، ورجعت قلبتها على النار تقريبا مدة 5 دقائق. وبعدين جبت توست وقطعت أطرافه، وبعدين فردت التوست، وبعد ما فردت التوست حشيته بخليط التونة وسويته على شكل رول، وكان يتقطع معايا شوي لأن نوع التوست اللي استخدمته كان توست بالحليب، وحطيتها بصينية بعد ما دهنتها بالزيت. أما عشان أحط الصوص اللي فوق، حطيت ملعقة قشطة وملعقة جبنة وخلطتهم مع بعض، وبعدين حطيتهم فوق التوست، وراح أدخلها الفرن لحد ما تحمر معاي من فوق. هذه من الوصفات اللي قبل ما أجربها أكون عارفة أنها راح تطلع معاي لذيذة، وكمان مرة تشبع، أعطيها 10 من 10. وسادس وصفة هي وصفة حلا. أول شي جبت بسكوت دايجستيف وطحنته، بعدين حطيت البسكوت مع زبدة مذوبة وحركته على النار شوي، وبعدين حطيت البسكوت بصحن ورصيته كويس، وثاني طبقة حطيت قشطة وخليتها بالثلاجة عشان أبغاها تجمد من فوق شوي. بعدين حطيت جالكسي وذوبته بالمايكروويف، بعدين ما حطيت الحلى بالثلاجة لأنه حسيت لو حطيته راح تجمد طبقة الجالكسي وراح تنفصل بعدين عن القشطة وراح يكون صعب إنه ناكله. عجبني بالحلا انه مره ما كان حالي، حسيت انه نسبه الحلاوه بهذا الحلا كانت مره مقبوله، لان البسكوت كان فيه شويه طعم سكر والقشطه ما كان فيها سكر والجالكسي حالي، فحسيت انه صار توازن. اعطي الوصفه 9 من 10. واخر وصفه هي وصفه اصابع جبن بالشيدر. بفيديو سابق سويت وصفه تشبه لها بس كانت بجبن موزاريلا، ومرة ما أعجبني الطعم، وكثير كتبوا لي بالتعليقات إنه بسبب نوع الجبنة اللي استخدمت، عشان كذا راح أستخدم جبنة شيدر هذا النوع، مرة يعجبني طعمها. وبعدين حاولت إنه أقطعها على شكل أصابع بس ما جات متساوية، أحس إنه المفروض أخليها بالثلاجة وقت أطول، لأن أنا أصلاً قبل يعني ما أسويها طلعتها من الثلاجة بدري. بعدين اول شيء راح اغمس الجبن بالطحين، بعدين بالبيض، بعدين بالبقسماط، لاحظت انه في اماكن مو متغطيه كويس عشان كذا غمسته بالبيض مره ثانيه وبعدين غمسته بالبقسماط، وسويت نفس الشيء مع كل اصابع الجبن. وبعدين قليتها بزيت ساخن وما اخذت مني تقريبا دقيقه، وبعدها تسرب منها شوية جبن. أحس إن المفروض قبل ما نقل الجبن إنه نحطها بالفريزر عشان تجمد وبعدين نقلاها. أما من
ناحية الطعم كانت مرة لذيذة، وطعمها شوي ذكرني بطعم سمبوسة الجبن، وأعطيها 10 من 10. بس هاي نهاية الفيديو. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعطوا الفيديو لايك وسبسكرايب، واكتبوا لي اقتراحاتكم في الفيديوهات الجاية. باي.